مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية هو تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بس هو هيئة مستقلة تماماً بذاتها. هو موجود هنا برضو في الإسماعيلية جنب المجمع الطبي الشامل في الإسماعيلية. تفاصيل كتير في الحقيقة بيضمها المركز ده، عدد كبير قوي من العمليات بتتم فيه، يعني عدد كبير قوي من المرضى بيترددوا عليه عشان يقوموا بجلسات الغسيل الكلوي. في الحقيقة تفاصيل كتير هنعرفها من دكتور محمد عبد العظيم مدير مركز 30 يونيو الدولي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم، نورتونا. خليني أبدأ مع حضرتك بالسؤال الأبرز، ماذا لو لم يكن هناك مركز 30 يونيو؟ لو مفيش مركز 30 يونيو مش هيبقى فيه خدمة كلى في إسماعيلية. المركز يعتبر أكبر مركز متخصص في أمراض الكلى والمسالك البولية في منطقة القناة، مركز جاهز على أعلى مستوى لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، مركز بيخدم 370 مريض بشكل منتظم، بخلاف ان المركز مسؤول عن استقبال حالات الطوارئ الكلى والمسالك على مستوى المحافظه كلها والمحافظات المجاوره كمان. المركز جهز والحمد لله قدرنا انها نحصل على رخصه زراعه، وده كان الهدف الاسمى، زراعه الكلى، وده كان الهدف الاسمى من وجود المركز. احنا تجهيز المركز سمح لنا ان احنا نقدم على الرخصه، والحمد لله قبلنا، والحمد لله عندنا حالات بنجهزها، وخلال اسابيع قليله جدا هتسمعوا ان الاسماعيليه بتبدا تزرع حالات الكلى، وده كان اهم هدف اشتغلنا عليه. طب ثانيه واحده يا دكتور، العمليات بتاعه زراعه الكلى دي تحديدا عمليات مكلفه جدا جدا، وده غير انه ممكن يبقى في مجهود كبير قوي على بال ما نلاقي حد متبرع وغيره. كل دي تفاصيل هتكون تقريبا مجانا. كل التفاصيل دي مجانا، الزرع بره ممكن يكلف ما يقرب من 300,000 جنيه واكتر كمان. النهارده احنا هنقدر نزرع ب 300 جنيه. مفيش نسبه خالص. ماشي، والحالات موجوده، وباذن الله قريب جدا جدا هتسمعوا عن الكلام ده في إسماعيلية. ان شاء الله. طيب دكتور، احنا في الحقيقه الدوله المصريه خدت خطوات كتير قوي في فكره المسح في المحافظات، ان هي بتقدر تعرف كل محافظه ايه الامراض المنتشره فيها بشكل كبير، ايه الامراض اللي ممكن ان هي تعمل لها مبادرات فيقضوا عليها بشكل سريع. هل تخصيص مركز للعلاج الكلوي وامراض المسالك البوليه تحديدا في الاسماعيليه ده كان بعد المسح اللي حضراتكم تابعتوه يمكن وعرفتوا ان ده مثلا المرض ده منتشر بشكل كبير في الاسماعيليه؟ نسبة المرضى الفشل الكلوي في إسماعيلية تعتبر نسبة عالية بعض الشيء. اللي كنا بنشتغل بيه من سنتين ثلاثة فاتوا بس، كنا بنشتغل ب 45 مكنة فقط، وكان العدد غير كافي تماما لخدمة المرضى، وكان مرضى المحافظة بيطلعوا أحيانا للمراكز بره، يعني الموضوع كان مكلف جدا على الناس. ده اللي خلى الدولة إنها دفعت إنها النهاردة بتأسس مركز، بدل ما كان فيه 45 النهاردة فيه 109 جهاز غسيل كلوي، عشان الأعداد نفسها تضاعفت، عشان راحة المرضى. المركز النهارده جاهز بقسم اشعه خاص لمرضى الكلى، جاهز بعمليات خاصه بمرضى المسالك والكلى، جاهز بمعمل خاص لمرضى الكلى. المميز هنا ان في وحده عنايه مركزه كامله، خدمات متكامله، فيها مكان غسيل كلوي جنب المرضى، وده برده حاجه مش متواجده كتير. طب بما ان احنا بنتكلم على راحه المرضى ومكان الغسيل الكلوي، خلينا يا دكتور ندخل ناخد زي تور سريع كده ونشوف المواطنين، لان في الاخر كل اللي بيحصل ده على ارض الواقع هو للمواطنين.